بسبب غياب المناهج الدراسية أو قدمها لعدم طباعة الجديد منها، يحاول خالد الحصول على كتب وملازم السادس الإعدادي من الفريق التطوعي الذي وفرها بالمجان في شوارع مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين. المبادرة التي أطلق عليها اسم ساعد غيرك شملت أيضا ديالى وبغداد ومحافظات أخرى لمساعدة الفقراء ودعم العملية التربوية. نعاني من نقص حاد في المناهج والكتب، نقوم بشكرنا لكل من قدم خدمة لطلاب لكافة المراحل وليس للطلاب السادس فقط. جمعتها من خلال الطلبة اللي نجحوا، من خلال دعم أصحاب المكاتب في سامراء الخيرين، لا ننسى فضلهم. جمعنا هذه الملازم، قمنا بفرزها وترتيبها، وبعد ذلك جينا هنا قرب جامعة سامراء لتوزيعها على جميع الشرائح المذكورة. قدرنا نجمع أكثر من مئات الملازم لأكثر من 50 طالب فقط في محافظة واحدة، أما بقية المحافظات كبغداد والنجف فقدرنا نوزع لأكثر من 700 طالب بما يعد بآلاف الملازم. مديرية تربية ديالى أرجعت سبب عجز الحكومة عن توفير المناهج الدراسية إلى عدم تشريع قانون الموازنة، ما تسبب بتأخر إجراء التعاقدات مع المطابع. الكتب المعادة والمسترجعة من الطلبة هي بالتأكيد لا تفي بالغرض، حتما يكون منها مستهلك أعداد كبيرة جدا، وإحنا أمام معضلة تواجه العملية التربوية في عموم العراق وليس في محافظة ديالى. أولياء أمور الطلبة الذين ضاقت بهم أسواق بيع الكتب والقرطاسية بحثا عن المناهج الدراسية لأبنائهم، يتساءلون عن دور الحكومة في توفير أبسط متطلبات التعليم من أبنية وكتب وقرطاسية. حتى تيجي المدارس أكثر يعني ندعم من جام، تصليح بنكات، هواي أمور، أمور النظافة، يعني هواي أمور المدارس تعبانة ما عليها ذاك الترميم القوي. تربية المفروض تشوف لها حل، يعني تنطي كتب جديدة زين، هو كتاب يعني الطالب من ياخذه شو يسوي، يعني خليه يعني لو غير يطربي. توفير الكتب الدراسية مثل بقية الخدمات الصحية والبلدية تشكو ضعف التخصيصات المالية وانهيار بناها التحتية، في وقت أعلنت فيه وزارة النفط عن تحقيق العراق لإيرادات نفطية بلغت 100 مليار دولار أمريكي. قلة الأبنية وازدواجية الدوام وعدم توفر الكتب المدرسية يضاف إليها تحمل أولياء الأمور أعباء مالية وغيرها، تشكل منذ عقود عقبات أمام العملية التعليمية، وسط آمال شعبية أن تجد الحكومة ومجلس النواب معالجات لجميع هذه الإشكاليات. أحمد الرسام، الحرة، ديالى.